وصلت قافلة القلب الكبير إلى حجر حاضرة محافظة البطحاء الشرقية بغرض تقديم المؤنة الغذائية للشرائح الضعيفة. إبراهيم محمد موسى. مواصلة للخدمات الخيرية التي تنفذها مؤسسة القلب الكبير لصالح المجتمعات والشرائح الضعيفة، يجيء هذه المرة دور تقديم المساعدات من المواد التموينية والمعدات من الطاقة الشمسية لمنطقة أم حجر. استلم رسميا محافظ منطقة البطحة الشرقية المعدات والمواد التموينية أمام حشد من المواطنين، مقدما شكره لمؤسس مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو والقائمين على مؤسسة القلب الكبير. ثم توجه الوفد إلى المركز الصحي بمدينة أم حجر، واستلمت مسؤولة الصحة الإنجابية الطاقة الشمسية، وشكرت صاحبة المؤسسة القلب الكبير والقائمين على المؤسسة. السيدة هند ديبي إتنو شكرنا كثير، ساعدنا بقانو ولا أو شمالنا بفللنا عندنا بروبلم مرات ده ببطارية مرات ده بلمبة ديل، لكن هذا شكرنا كثير. أما محافظ منطقة فتري فقد أشاد بنشاطات مؤسسة القلب الكبير والقائمين على المؤسسة، حيث استلم مسؤول الخلوة زاوية الرضوان لتحفيظ القرآن الكريم المعدات والمواد التموينية والطاقة الشمسية. إنسان السبب وهي الأخت والبنت التي المرأة الأولى هند دبي إتنو، نشكر الله ونشكرها والله بفضله يساعدها على فعل الخير في شادة خدمت كثير، لكن ده أول شيء وصلنا منها. أما تلاميذ الخلوة مستبشرين بذلك المعونات التموينية والطاقة الشمسية لإنارة الخلوة ليلا، مستفيدين بذلك النور لمراجعة دروسهم القرآنية.